خمسة أقباط قضوا مدة عقوبتهم 25 سنة بالسجن، ومع بالرغم من انتهاء مدة عقوبتهم لكنهم ما زالوا رهن الحبس، وبعدما قضوا مدة سجنهم كاملة لكن ما زال مقبوض عليهم ومحبوسين في سجنهم برضو لدواعي أمنية. خمسة أقباط بقنا قضوا 25 عام بالسجن وبالرغم من انتهاء مدة حبسهم، إلا أنهم ما زالوا في السجون. هذه القصة كانت عام 1993 بقرية تابعة لنجع حمادي محافظة قنا، بنت مسيحية قاصر للأسف تم إغواها، هربت مع اللي غواها وتزوجته وأشهرت إسلامها بعد فترة، عاد بها إلى قريتها، أقام أمام منزل أسرتها ويعني استمروا في استفزاز أسرتها القديمة. بعدها شقيق الفتاة قرر قتلها، وقام بعد ما قتلها بعض المتشددين بالقرية هجموا على منازل الأقباط بقرية المشابك وقرى أخرى مجاورة ليس لها أي صلة بهذا الاعتداء. تم تهجير 10 أسر قبطية من هذه القرية، وتم تهجير عدد كبير من القرية الأخرى، أكثر من 40 أسرة تم تهجيرها، وأيضا تم نهب منازلهم. في نفس العام تم القبض على شقيق البنت وابن عمها ومعهم آخرين. 6 من الأقباط أخذوا 25 سنة أشغال شقة. كان زمان أو كان في وقتها زي ما حضراتكم شايفين في الصور كانوا شباب في العشرينات، واحد منهم بعد 5 سنوات توفى وفاة طبيعية، الباقين فضلوا في السجون، لدرجة أن أخو البنت ترك مراته أو زوجته حامل، ويعني ولدت وبنته تزوجت وخلفت وأصبح جد وهو ما زال في السجن. انتهت فترة سجنهم من 6 شهور وما زالوا مسجونين حتى الآن بعد انتهاء مدة سجنهم، والأمن مش عايز يفرج عنهم. والسبب إيه؟ دواعي أمنية. كل ما الأسرة تسأل عنهم يقولوا لهم دواعي أمنية، رغم إن الناس اتحبست، وده كانت دي كانت أختهم، وكل أقباط القرية راحوا قرى أخرى بعيدة. ومن المتوقع إن الخمسة دولت حتى بعد ما يخرجوا من السجن يروحوا إلى قرى مجاورة، وبالتالي لا يوجد خطر منهم أو عليهم من أي حد، لكن حتى الآن السلطات ترفض الإفراج عنهم. وزير الداخلية تلقى العديد من الرسائل والمناشدات للإفراج عن الخمسة اللي ضاعوا أو اللي ضاع شبابهم داخل السجن. حتى الآن لم يتم الإفراج عنهم بعد انتهاء مدة حبسهم. القصة معروفة، 50 أسرة قبطية تم تهجيرها بعد هذه الأحداث. وزير الداخلية تمت مناشدته لإخراجهم، لكن حتى الآن ما زال هناك تعنت وما زالوا محبوسين. معنا في هذا الشأن الأستاذة هناء. مساء الخير يا فندم. مساء النور. أهلا بحضرتك، تعرفي نفسك لو سمحتي. أهلا بك. أهلا بك يا أستاذ عندي. أهلا بحضرتك. ألو. حضرتك من أقارب المحبوسين؟ أيوة يا فندم. أيوة أيوة. طيب تقول لنا إيه الوضع دلوقتي؟ الوضع دلوقتي إنهم مش عارفين يطلعوهم. كان المفروض يطلعوا إمتى؟ كان المفروض يطلعوا في 9 شهر 9 اللي فات، سبتمبر 2018. أيوة. ولحد الآن الوضع زي ما هو، يعني بقالهم دلوقتي 7 شهور.
ايوه وما رضيش يطلعوهم برضو دواعي امنيه اقول لك. طيب ما حدش قال ايه الدواعي الامنيه؟ لا يا فندم ما حدش قال، وبعدين احنا المحامي برضو قال يعني ما فيش جديد. الاستاذ ايهاب صدره. الو. ايوه سامعينك، اتفضلي. طيب يعني ايوه استاذ هاني، في هذه الحاله هم قتلوا اختهم مظبوط؟ نعم. يعني جريمه القتل لما قتلوا كان قتلوا اختهم؟ ايوه. ايوه. طيب دلوقتي الخوف من ايه؟ هل عليهم طار مثلا؟ حكموا عليهم ايه يا استاذ هاني عشان الصوت مش واصلني كويس؟ لا، الخوف عليهم من ايه؟ ما عرفش يا فندم، الخوف عليهم من ايه ما عرفش، احنا مستعدين نمشي خالص من البلد دي تاني، نروح اي مكان هم يختاروه. لو طيب في اي مشاكل يعني، بس هو ما فيش اي حاجه عندي. يعني هو اذا كان يعني خايفين عليهم ولا خايفين منهم؟ ولا انا ما عارفه ايه المشكله عنديهم، احنا قلنا لو في اي حاجه نسيب البلد خالص ونمشوا، ولو مستعدين نمضي تعهدات وورق وان احنا نروح في اي مكان نروحه. ايوه. هم موجودين في اي سجن دلوقتي؟ في سجن جني. سجن هنا. في معايا واحد قريبي تحب تكلمه هيقول لك على المشكله كلها يا استاذ هاني. لو سمحتي اتفضلي. حاضر الواقع كله. تمام. ماشي اتفضل استاذ كرم. حضرتك الو. حضرتك سمعنا؟ دقيقة هو جاي. اتفضل استاذ كرم. الاستاذ كرم معاك يا استاذ هاني. اهلا بحضرته. الاستاذ كرم معانا؟ الو. ايوه يا ريت حضرتك تسمعنا من التليفون مش من التلفزيون لو سمحت. تذكر من احمد حماد مهجوره. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. يعني تحكي لنا ايه الوضع الامني او الاسباب الامنيه اللي منع خروجهم؟ تمام يا فندم. القضيه دي طبعا زي ما حضرتك عارف من سنه 93 وكانت قضيه جت له على الشرف وراحوا فيها سبعه. طبعا اكيد القصه كلها عندك. ايوه واخد بالك. الموجودين في السجن حاليا خمسه. انا فندم سامعينك اتفضل. تمام. صراحه الموجودين في السجن حاليا خمسه، هاني وكحول وبولي وبهجس وواحد معاهم مسلم اسمه صابرين. ايوه واخد بال حضرتك. المفروض الناس دي كانت، المفروض الناس دي كانت طلعت من سنه تعدت عليهم، يعني المده 25 سنه المؤبد اللي خدوها خلصانه ليها سنه بالظبط، ومع ذلك لسه ما زالوا موجودين في السجن. طيب ليه يا جماعه؟ قال لك دواعي امنيه. طب اي دواعي امنيه تخلي الناس دي موجوده؟ الناس دي لا هم ارهابيين ولا بلطجيه ولا فيهم ولا في ولا هم يعني في خوف منهم على الامن العام. تمام. دي قضيه جت على الشرف ومعروفه. طب حلو. طب لو كانت الدوافع الامنيه اللي حاططها الامن خوفا من الطرف الاخر، فالطرف الاخر تعتك على صله وود بينهم وبين بعضهم حتى الان، بيعزوا في بعض، بيروحوا واجبات بعض، بيروحوا افراح بعض، بيعزموا على بعض، بيقعدوا على القهاوي مع بعض. طب اي دواعي امنيه تخلي الناس بتخاف عشان تطلع؟ واخد بال سعادتك؟ ايوه. طب ماشي يا وزير الداخليه، سعادتك يا وزير الداخليه، الدواعي الامنيه المحطوطه للناس دي يا ريت حد يفسر لنا ايه الدواعي الامنيه اللي مخلي الناس دي قاعده سنه من بعد ال 25، يعني لهم 26 سنه النهارده. طب لو هم خايفين من الطرف الاخر، الطرف الاخر سعادتك يعني بيجابوا بعض وحلوين مع بعض وما فيش اي مشكله، الموضوع اتنسى، والموضوع اتنسى خالص. زائد ان الناس دي كمان عندها حسن سير وسلوك، يعني في واحد ولد منهم كمل دراسته جوه السجن، حاصل على بكالوريوس حقوق، واخد بالك بلسانس حقوق، وبيكمل دبلومه كمان، بيعمل دبلومه في القانون الجزائي. أيوه. يعني الناس دي ما فيش خطر منيها. ايوه واخد بال سعادتك. يعني
الناس دي ما فيش خطر منيها، دي ناس مسالمه جدا جدا جدا. طيب نشهدنا وزير الداخليه اكثر من مره، وزير العدل اكثر من مره، شهدنا سياده رئيس قطاع السجون اكثر من مره. اخر مره سعادتك قدمنا مذكره للساده النواب المسؤولين عن دائره نجاح حمادي، سياده النائب محمد عبد العزيز الغول الراجل تفضل مشكورا، قابلنا قعدنا معاه حكينا له القصه وقلنا له كالاتي، قلنا له لو سعادتك لو الامن خايف من حته انه يحصل صدام بين الطرفين يا سيدي اهالي السجناء والسجناء على ممكن يمضوا لسعادتك انه ايه في حال خروجهم من السجن انه ايه يطلعوا من الصعيد خالص، مش المانعين، هم عندهم استعداد كامل انه يسيبوا الصعيد بالكامل في حال خروجهم لو هم ايه خايفين منيهم، لو هم خايفين منيهم في حال خروجهم يحصل صدام لا الناس مستعدين يمضوا على تعهد لوزير الداخليه انه يسيبوا الصعيد بالكامل ما فيش اي مشاكل. المهم انه الناس بتطلع، الناس قاعده تشم هوا، الناس بتفيا، الناس دي في ولاد في ستات ابوها حامل خلفت ولدت وكبرت وتزوجت واللي اتجوزت كمان خلفت تمام وابوها ما شافتهوش ما زال في السجن، طب حرام، طب ليه؟ طب انت المده خلصت. ايوه طيب انتوا وعدت سنه كمان عليها تاني. انتوا معاكم محامي؟ اتفضل يا فندم. الاستاذ ايهاب تدرس يا فندم معانا. يعني اعتقد ان ده شيء بسيط جدا وسهل جدا ان هو لا يحق لاي جهه ان هي سعادتك اتفضل سعادتك انت بتقول موضوع بسيط جدا ومع ذلك الامن مصعبه جدا جدا جدا، يعني انا مش عارف طب هو بيصعب الامور ليه وكان الطرفين اساسا حلوين مع بعض. أيوة. يعني انا وانت يبقى نخلق مشكله بين الطرفين من تحت الارض ازاي؟ احنا حلوين. ايوه يا فندم يا فندم اقول لك على حاجه، هل تتصور ان القريتين اللي تهجروا اثناء الجريمه دي القريتين بيروحوا للقريه اللي سابوها من 93 بيروحوا يعزوا في اهاليهم وبيروحوا لافراحهم وبكل ود ومحبه والاثنين بيدوا لبعض، يعني حتى الطرف الاخر برضه لما بيكون في واجب ولا بيكون في فرح عندنا الناس بتيجي تعزي واخد بالك وبيجي يزملونا في افراح وبيجي يزملونا في عزائنا، يعني ده دليل كافي على ان ما فيش حاجه تخوف الامن انه الناس بتطلع. أي. ما فيش صدام يا جماعه هيحصل خالص، ما فيش اي صدام ولا اي طاقه من روحهم، ومع ذلك احنا بنناشد وزير الداخليه، يا وزير الداخليه يا معالي وزير الداخليه سعادتك الناس دي ما فيش خوف منيها، والناس دي ممكن تكتب تعهد على نفسيها هتسيب الصعيد كله بالكامل ها عشان تطلع وتشوف عيالها ويقدر يعيش اليومين اللي قاعدين من عمره. أيوة. الناس دي خشت شباب يا فندم النهارده عندهم 60 سنه واللي عنده 35 سنه. ايوه واخد بالك الولاد دول 25 سنه و21 سنه ولا 22 سنه. ايوه فبالتالي حرام يا اخي، طب بحق الانسانيه شويه يعني ارحم الناس دي وخليها تطلع تشم الهوا مع اولادها، كفايه ظلم. أيوة. كفايه ليه؟ أيوة. يعني تمام الموضوع مش كبير ولا موضوع واعر يعني. أيوة. الموضوع سهل جدا يا فندم، هو كل المشوار انت خايف من الطرف الاخر، طب الطرف الاخر ده مصطلح معاهم وما فيش ولا حاجه بينهم وناس زي الفل وناس نسيت الموضوع اساسا، ده موضوع اتنسى. تمام تمام تمام، معاك حق معاك حق، متشكر جدا لحضرتك واكيد هنتابع الموضوع مع حضرتك ومع اسر الناس اللي لسه محبوسين حتى الان، متشكر جدا لحضرتك. طبعا للاسف انه يعني التفسير الوحيد اللي موجود لهذه المشكله استمرار حبس الخمسه الاقباط بدون وجه حق. اعتقد ان الامر مش يوجه بس لوزير الداخليه لكنه يوجه ايضا الى وزير العدل، انه بدون اي وجه حق ولاي سبب لا يستطيع احد ان هو يستمر بحبس اي حد قضى مدته، خصوصا بقالهم تقريبا 7 شهور ومش قادرين يطلعوا. التفسير الوحيد انه اجهزه الامن او اجهزه الدوله العميقه مش عايزه السيناريو ده يتكرر تاني، علشان حالات كتير حصلت باختفاء قاصرات
وإغواء ليهم، وبعدها بيتجرأ اللي ضحك عليهم وأسلمهم وغير لهم ديانتهم، إن هو يعود بيهم مرة أخرى إلى نفس القرية علشان مفيش أي حد قبطي من أسرتها يتجرأ إنه يتعرض لها أو يقتلها أو يقوم بأي عمل. وبالتالي ده اللي بيعمله أجهزة الدولة الآن لدواعي أمنية، لدواعي وهمية في هذه الحالة. أكيد دواعي وهمية زي ما حضراتكم سمعتوا من أحد أهالي المسجونين، الأهالي نفسهم اللي تم تهجيرهم، 50 أسرة قبطية من هذه القرية ومن قرية مجاورة تم تهجيرهم، ما زالوا بيعودوا إلى نفس القرية في المناسبات وبيتشاركوا مع أسرة الأسرة المسلمة اللي كانت انضمت إليها، وما فيش أي مشاكل، بيتقابلوا وبيعقدوا صفقات وبيقعدوا مع بعض وبيلتقوا في المناسبات وعلى القهاوي، والحياة ماشية بينهم طبيعي جدا. وهناك أيضا استعداد على التعهد بأن هم بأهاليهم، بالناس اللي طالعين من السجن، على استعداد أن هم يسيبوا الصعيد كله ويهجروا مكانهم للمرة التانية بسبب هذه المشكلة، إذا كان هذا يرضي، مش يرضي بقى المتشددين، أو يرضي الجانب الآخر اللي عايز يعتدي على اللقباط، لا، إذا كان هذا يرضي الجهات الأمنية اللي عندها دواعي وهمية واللي بتستمر بناء عليها في احتجاز وسجن 5 أقباط.